مراحل التعليم مختلفة، البداية المطوع ولا المطوعة والكتاتيب، حتى وصلنا إلى التعليم التقليدي، واليوم وصلنا إلى التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني مختلف عن جميع المراحل اللي سبقتها. التعليم الإلكتروني نطلع من إطار التلقين إلى إطار الإبداع والاستثمار في المهارات. وفعلا نقول إلى أزمة كوفيد-19 شكرا، لأن من خلال هذه الأزمة عجلنا في استخدام التعليم الإلكتروني أسمى. وهذه مساحتنا الحوارية راح نتكلم فيها عن التعليم الإلكتروني. صحيح، احنا دائما نقول أن التعليم الإلكتروني ممكن يكون حل كثير من المشكلات وحل بديل للتعليم التقليدي اللي تعودنا عليه. قد تكون الفكرة فعلا جميلة، لكن هل يتقبلها الجميع؟ هل ممكن تطبق في دولة الكويت؟ تفاصيل كثيرة احنا اليوم نتكلم عنها، وشنو هو أصلا التعليم الإلكتروني. اليوم يسرنا نرحب في ضيفنا الدكتور نبيل منصور الخليفي، عضو هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. صباح الخير دكتور، حياك الله معنا. الله يحفظكم. هلا والله. احنا قبل أن نتكلم عن التعليم الالكتروني وتفاصيله، خلينا نقول شنو يعني التعليم الالكتروني وإدارة التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني هو في الحقيقة هو إدماج استخدام الحاسب الآلي والإنترنت في القاعة مع المدرس ومع الطالب. نعم. العملية هذه في الحقيقة تضيف بعد آخر للقاعة نفسها، يعني الصف نفسه، الطالب عنده صبورة، عنده ورقة يكتب عليها، دفتر، وعنده كذا. هذه الأشياء كلها متاحة والناس شغالة عليها من زمان. إضافة أدوات كثيرة جدا باستخدامها التقنية والإنترنت تضفي يعني بعد آخر. لذلك هو عملية التعليم التقليدي محدود للأسف، وكثير من الناس مبدعين اللي يقدر يدرس طالبته بطريقة أفضل يجد صعوبة جدا في عملية التطوير، لأنه يحط له ورقة بوستر وتفر شغلات بسيطة. لكن بالتعليم الإلكتروني الإمكانيات التكنولوجية والإنترنت تضفي بصمة جدا كبيرة جدا، وتسهل جدا على الطالب الفهم. لذلك يعتبر التعليم الإلكتروني هو مجال مفتوح، في أدوات كثيرة جدا. يعني يقعد الناس تتكلم عن نظم، غد راح تتكلم عنها بعدين، أو تتكلم عن أدوات. في كل الأحوال التعليم الإلكتروني هو يضفي قيمة إضافية للمتعلم والمعلم في نفس الوقت. نعم. بأن المعلم يتعلم شنو قوة الطلب وأدائه، هو شلون يقدر يقيم نفسه، وكذلك بالنسبة للطالب. نعم. أنه يتلقى المعلم بشكل أفضل. نعم. دكتور، قد يتساءل البعض أهمية التعليم الإلكتروني، هل المخارج راح تكون مختلفة عن التعليم التقليدي أو نقول التعليم العادي اللي تعودنا عليه؟ في الحقيقة التعليم فيه كثير من المشاكل اللي واجهها الطالب في التعليم. طلبة مثلا صعوبة التعلم، عندنا طلبة عندنا الحاجة لأن يكون عندنا نسخ. مثلا احنا نعرف ان في مرات الواجب يكون عندنا موجود في على الصف ملزوق او مثلا يتوزع حق الطالب، لكن النسخة اذا راحت الطالب عاد يصير عنده اشكالية. لكن لما يكون عند التعليم الالكتروني موجود، هذه الاشياء كلها تكون موجودة بالموقع في اي وقت ممكن الطالب يروح، في اي وقت ممكن الطالب يدخل على المدرس يسأله سؤال يبي ويجاوب عليه، ما يحتاج انه يروح لحق الساعات الدراسية الى اخره. بالاضافة الى انا عندي ادوات كثيرة تعطي حرية للطالب انه ينطلق، منها الاشكال والالوان والافلام، هذه عادة ما تكون متاحة بشكل سهل في التعليم التقليدي. كذلك عندنا الاختبارات، مهم جدا ان الاختبارات اللي هو العشوائيه تعتبر من التقنيه العاليه جدا ومتبعه عالميا. نعم. انها تغني عن قضيه الاختبار العادي اللي هو يتضمن كثير من مشاكله، من اكبر مشاكله الغش. نعم. مشاكل الغش وعمليات اللي هو ادخال الناس في اللي هو النفق، هذا نفق خطير جدا. نعم. لذلك هي من الاشياء اللي نحلها. كذلك من الاشياء المهمه جدا اللي هو استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. هناك برمجيات خاصة توضع للطلب مثلا ضعيف البصر أو الضعيف اللي هو عنده مشاكل في السمع أو إلى آخره، نلاقي هذه البرمجيات يعني تهيئ للطالب أنه يتلقى مثل ما يتلقى. نعم. الطالب العادي. صحيح. فهني يخلي الطالب إدماجه في النظام أفضل بكثير من نعزله عن. نعم. المجتمع. نعم. كذلك من الأشياء المهمة إداريا للمدرس والإدارة التعليمية هو حصول على تقارير كفايات. التقارير الكفايات هذه اللي نحصلها اللي الكويت مهمه جدا، اللي هو هل الطالب قدر او هل قدر المدرس في فصله يحقق الاهداف المطلوب منه؟ هل ياب 60%؟ ياب 70%؟ هذا على المدرس نفسه، هذا من السيستم. المدرس ما له شغل، يقيم يعني السيستم يقيم. انت تحطين الاختبار وتقول الاختبار هذا يخدم الهدف الفلاني،
فالمدرس ما يضيع وقته، هو السيستم الاخير يطلع تقارير يقول لك الطالب مثلا في الفصل هذا او في المدرسه هذه مستوى المدرس الطلب مثلا زاد نقص، فهذه امور مهمه جدا. يعني اذا كان ناقص شلون اقدر احله؟ هو عنده معايير يقدر يحطها، وهذه امور في الحقيقه ما نلمسها، ان في كثير من الناس ما استخدمتها، وحتى الناس يستخدمون نظام انا قاعد اتكلم عن قضيه نظم التعليم الالكتروني. نظم التعليم الالكتروني عاده تكون مهيئه، في اكو ادوات تستخدم، هذا شيء اخر. انا قاعد اتكلم نظم التعليم الالكتروني، نظم التعليم تكون مهم جدا تطبيقها بناء على مواصفات اليونسكو، بناء على مواصفات الناس الخبراء في اصحاب التخصص. نلاقي هذه الاشياء عباره عن نظام متكامل. متكامل، ما هو نظام يعني عقولهم عفوي واحد يسوي أو عشوائي. لا لا، نظام متكامل يحسب الدرجات، يحسب الاختبارات، يسوي أشياء كثيرة جدا يصعب الإنسان في التقليدي أن يسويها. نعم، التعليم اليوم الإلكتروني يعني أتوقع أنه نقلة جدا كبيرة في حياة الطلبة، يعني وأيضا الهيئة التعليمية أن هي فعلا تقبل على هذا التعليم والتعليم الإلكتروني، وقد يكون متاح في بعض المدارس يعني يمكن نقول الخاصة، لكن أتكلم عن تعليم المدارس الحكومية اللي يطبق فيها، وهل في يعني خلينا نقول دراسات معينة راح تقوم عليها علشان على اساسها يتم تقييم هذا الوضع انه هو يتماشى معنا مع طلبتنا؟ ما شاء الله الطلبه ترى مثقفين في هذا الجانب، يعني ما عليهم اي غبار ولا مشكله، وممكن يواكبون هذه التغيرات، لكن هذه الدراسات راح تتم يعني اثناء العمليه. انا اعتقد ان الكويت بعد كورونا استطاعت ان تقفز قفزات تكنولوجيه وتعليميه كبيره جدا. ما يوقف الكويت انها تكمل دربها بحسب ما اراه هو الثقه في الاختبار الالكتروني. الاختبار الالكتروني للاسف تم تطبيقه بطريقه غير احترافيه. يعني النظام اللي صار بايام كورونا تم تطبيقه في كثير من الاحيان بطريقه لاستخدام ادوات لا ترقى ان تكون اختبارات الكترونيه. الاختبارات الالكترونيه اختبارات بالذات في شيء يسمونه اللي هو استخدام نظام البروكترينج، نظام المراقبة الذاتية. نعم، كذلك عندنا نظام اللي يسمونه الأسئلة العشوائية، أن يكون لكل طالب عنده نسخة مختلفة، يعني مختلفة عن طالب ثاني. صحيح. فعملية أن الكوبينج اللي قاعد يصير صعب. إي هذا يكون أنت الطالب، أنا يعني أنا أشوف في كثير من الأحيان أن حتى الطالب ممكن يعيد الاختبار ويتأتي نسخ ثانية. فأنا أستخدم الاختبار إلى أداة تعليمية مو بس أداة تقييم. نعم. فهذا يعني يخلي الطالب عنده جرأة انه يدش الاختبار ويطلع، وهذه في الحقيقه مهمه. الهدف في التعليم كله، عمليه تعليميه، هو ادخال طالب او خلينا نقول انسان ينقصه كثير من الخبرات الى انسان له خبرات سواء سلوكيه او تعليميه الى اخره. فالعمليه هذه المفروض نركز عليها، لان عمليه ايجاد نظام تعليم الكتروني، نظام انا بدي اركز وحطيتها 50 خط، لان ما يحصل حاليا انه في كثير من الناس يدعون ان هناك ادوات هي نظم او منصات، وهذه في الحقيقه مو صحيحه. النظام هو في الحقيقه عباره عن نظام يدخل كل النشاطات في بوتقه واحده، ويخرج للطالب شهاده يقول له كل نشاط كم خلى فيه. صحيح. ويربط هذا الشيء ويعمل احصائياته ويعمل عمليه تقييم الكفايات. نعم. بناء على الشغل اذا كان احتراف. لذلك يحتاج اعتقد التعليم العام يحتاج حقيقه ينشئ جهاز. الجهاز هذا لن يكون كبير، راح يكون صغير مش كبير، لكن يعمل على قضية دراسة تطبيقه وحل مشاكله في المناطق في بداياته، واتوقع راح تجتازه في وقت قصير جدا، لان استخدامه راح يساعد كثيرا المسؤولين والمدرسين في تقييم مستوى الطلبة وكيفية تصحيح عملية التعليم اذا كان هناك اخطاء وقصور ممكن يغطونها. نعم، طيب دكتور، لابد هناك إشكالات أو صعوبات قد نواجهها في التعليم الإلكتروني. نعم. إذا في صعوبات معناته أن في حل لهذه المشاكل. صحيح. أو الإشكالات. صحيح. شنو الصعوبات اللي يعني تتوقع أنه ممكن نواجهها؟ أنا عندي إن شاء الله يوم الاثنين عندي محاضرة. نعم. في رابطة الاجتماعيين الكويتية في العدلية، وراح أتكلم عن هذا بشكل بسهاب اكبر. الدعوة عامة، لكن دكتور، انا راح اتكلم الموضوع هذا الحين بشكل سريع. الدعوة عامة في هذا اليوم. الدعوة العامة. نعم. الدعوة العامة. طبعا الساعة 6:30 ان شاء الله بعد المغرب. نعم. الفكرة الحين لما نتكلم هنا عن وضع حلول حق هذه المشكلة. طبعا الصعوبات الموجودة متوقعة، اي شيء جديد فيه صعوبة. اكيد صحيح. احنا اللي واجهناه في كورونا شيء وايد كبير.
يعني اذكر احد المسؤولين المسكين كان جدا جدا كنا في الكليات عندنا كان عندنا حريص جدا انه كان بننقل من منصه الى منصه فكان خايف انه يصير عندنا فيل صغور لكن لما تم تشيكنا عليها بطريقه اجرائيه بسيطه يعني فلما جرى هذا نجحت بشكل كان فاق حتى تصوراتنا يعني احنا وصلنا الى مرحله ان مثلا يدش بالاختبار بالثانيه 12,000 طالب او مستخدم وهذا في الحقيقه شيء جدا كبير هذا احنا قاعدين نتكلم انه يشتغل بدون مشاكل فما لو صعدت بعد اكثر ما تخافي العمليه هذه انا اعتقد انه اذا الوزاره بتتوجه الى ان تسويها لازم يكون عندها فريق ينفذ على مستوى بسيط لان مشكلتنا لن نعمم قبل أن نسوي تيستينج يعني مثل تجربه معينه تجربه تاخذ مدرسه كذا مدرسه وتسوي عليهم نظام واضح النظام اذا صار تسوي تيستينج عليهم التيستينج يبين العيوب كلها صحيح يعني احنا كان عندنا فتره انه يوقف عند 300 شخص كان يوقف سيستم نعم لفتره معينه هذا كان ايام كورونا لما انتقلنا الى الكلاود وصل 12,000 من غير ما يتاثر بالسرعه نعم. فكان حتى القياسات الاحصائيه كانت تري ان هناك في ثبات ويعني راحه جدا كبيره في السيرفرات ما كان في مشاكل نعم. لذلك اعتقد ان الموضوع هذا لو الوزاره جاده اعتقد ان في وقت قصير جدا ممكن انها تجتاز مشكله الغش ومشاكل مثلا حاجات الطلبه مثلا في قضيه التغيير عندنا كذلك عمليه ان واحد يدش ويختبر بدال واحد هذه قضيه قديمه تم السيطره عليها والتخلص منها من زمان فايه هي القضيه الاسئله اللي تطرحينها تحتاج الى الواقع نعم تجربة على ارض الواقع محتاجين نعم. الامور هذه كلها نعم. ان شاء الله كلها حل والعالم ترى شغالين من عشرات السنوات مو الحين نعم. هذا اللي كنت بقوله دكتور يعني اليوم العالم ما شاء الله تغير والتغيير سريع جدا في العالم نعم. ومواكبه التغيرات صار امر جدا مهم يعني احنا جزء صح. من هذا العالم بالنهايه مخرجات التعليم يعني صح. مو بس عندنا بالكويت في طلبه يدرسون في الخارج فلازم يواكبون هذه المتغيرات ما يكون الوضع يعني غريب عليه ايضا في بعض الطلبه اللي اليوم يشوف بعض يعني خلينا نقول المدارس يعني في الخارج يشوف طرق التعليم يعني وادوات التعليم اليوم نعم. اختلفت فهل اصبحت حاجه عندنا ضروريه انه يكون هذا التعليم الالكتروني ويطبق يعني بعجاله يعني بعد الدراسه تكون في فتره قصيره وبعدين خلاص يتم تطبيقه انا اعتقد بان خبرات المتراكمه في دكاتره من الجامعه من التطبيقي وحتى مدارس ناس اصحاب صراحه يعني همم عاليه جدا استطاعوا ان يصلون الى هالمشاكل وحلوها. انا اتكلم عن نفسي، انا اعتقد ان السيستم يقبل الحدوث هذا لكن اذا كان في هناك استعانه بناس مختصين مارسوا فعليا تطبيق هذه الاختبارات بالطريقه العلميه اتوقع ما راح يلاقون مشاكل بالكويت. الكويت عندنا ناس وايد وصلوا لان اتيحت لهم القنوات فبداوا صراحه يعملون انجازات جدا كبيره. صحيح. انا اتمنى هذا الشيء ما يكون عائق ان يقول ما حد سواها لا في ناس سووا بس هذين الناس عاده يسوون حق انفسهم حق طلبته وحق كليته لكن اذا استعانوا فيهم اعتقد راح يلاقون وايد مشاكل انحلت. نعم دكتور نبيل المنصور الخليفي عضو هيئه التدريس بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب شكرا لكل يوم احنا نعيش في الذكاء الاصطناعي ونعيش في الثوره التكنولوجيه والبيوت الذكيه فلازم الجانب التعليمي اكيد نواكب هذا التطور وان شاء الله كلنا يعني الجيل القادم احنا نقول استثمار في الاجيال القادمه ان شاء الله راح يكون هذا جيل التعليم الالكتروني شكرا لك دكتور متفائلين جدا مشكورين شكرا يعطيك العافيه نورت في حلقتنا لهذا اليوم وبكذا نكون وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم حلقتنا يعني من بدايتها الى نهايتها ونقول مع الدكتور اكيد ضيفنا عن التعليم الالكتروني مخرجات التعليم احنا دائما نتكلم عن التعليم ترى من الاساس في الدول تقدم الدول وتطورها مخرجات التعليم شلون راح تكون مع التعليم الالكتروني انا اتوقع ناجحه 100% لان في تجارب يعني شفناها في دول سابقه وقاعدين نشوف فعلا شلون يعني حتى عندنا طلبتنا ما شاء الله ترى مواكبين لهذه التغيرات فما راح يكون شيء غريب عليهم اكيد دائما مشاهدي الانسان عدو ما يجهل ولكن اذا نزلنا نقول وعشنا التجربه ونزلنا الى معترك العمل في التعليم التكنولوجي راح نشوفه اكيد اسهل بكثير كونه قاعد يواكب الحياه التكنولوجيه اللي قاعد نعيشها، شكرا لحسن المتابعه ووصلنا كذي اسماء الى ختام حلقتنا اليوم، شكرا لضيوفنا وشكرا الى فريق العمل وان شاء الله نشوفكم مباشر في حلقه جديده من صباح الخير يا كويت، شكرا لكم. نعم شكرا لكم مع السلامه. مع السلامه.